وكل متابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان استعدادات خاصه لمواجهه بطل الجنوب السوداني يطلع بره والنادي الاهلي في دور ال 64 من البطوله الافريقيه. مباراه ان شاء الله باذن الله مباراه تليق بالفريقين، مباراه تكون جيده. النادي الاهلي استطاع ان هو يكون متواجد 10,000 مشجع في استاد برج العرب اللي هيستقبل هذه المباراه، لكن كالعاده كل المشاهدين وكل متابعي قناه الاهلي بنكون معاكم في الكواليس، بنكون متواجدين في فندق الاقامه الخاص بالفريق المنافس لفريق النادي الاهلي. وبيسعدنا كمان في هذه اللحظات ان يكون معانا طبعا المدير الفني لفريق نادي بطل جنوب السودان اطلع بره مستر موريس مايكل. برحب بيك في البدايه، مشرفين منورين مصر واكيد بلدكم الثاني مصر طبعا. فاولا انا بدي شكر لقناه اهلي للزياره الخاطفه بمعسكرنا هذا، فيمكن لأول مرة أزور مصر، فأجبرني أجي مصر وهم مباراة المشاركة للأندية الإفريقية، يمكن أطلع برا بطل الجنوب، عشان كده إحنا جايين عشان نلاقي فريق الأهلي. كيف استعد نادي اطلع بره او فريق اطلع بره على المستوى الفني؟ فريق النادي الاهلي فريق لديه خبرات في البطوله الافريقيه، محتاج اكيد شغل كبير جدا على المستوى الفني مستر موريس. فعلا فريق اهلي هم فريق ساحل، فريق كبير له مكانه، واطلع بره من دوله يمكن دوله ناشئه ودوله الوليده جنوب السودان، فهو جاء لتمثيل الدوله، ففريق اطلع بره طبعا التمثيل هما حاجه سهل، تجهز الفريق من خلال التمهيد لتجهيز الفريق ما حاجه سهل، فيمكن معنويا فنيا احنا جهزنا فريق اطلع بره عشان يلاقي فريق اهلي. وبعدين ما في مستحيل، لان لكره القدم ما في مستحيل، فالملعب هو فيصل بتفصل بين الفايز والمحزوم. يمكن كمان كان لحضرتك تصريح يمكن مهم جدا وبتتكلم اكيد على المباراه، وبتقول ان يمكن الفريق بطل جنوب السودان النهارده او مع مباراه النادي الاهلي هيبقى ليه شكل كبير، لان النادي الاهلي فريق كبير وده هيساعد فريق بطل السودان ان هو يظهر بشكل، او بطل جنوب السودان بالتحديد ان هو يظهر بشكل جيد. بتشتغل على الجانب النفسي اكيد بشكل كبير جدا. واكثر حاجه انا بشتغل الجانب النفسي، لانه لكل مباراه الحون نفسيات، المؤثرات النفسي هو الأولى، لأنه لا يبي يحيي نفسياته حتى يكون جاهزيته كامل من ناحية نفسيا جهزناه وما في مشكلة. كمان وجودكم هنا وقاعدين يمكن عدد كبير من الايام حيث المباراتين، وده اكيد كان تنسيق على اعلى مستوى بين النادي الاهلي ونادي بطل جنوب السودان اطلع بره ان تكون المباراتين في مصر. بتشوف الاستقبال ازاي، الجو العام، الملاعب اللي هتخوضوا عليها المباراه، اكيد حاجه يمكن مفخره اكيد ملاعب مصر بعد بطوله كاس الامم الافريقيه كمان بالتحديد. هو حقيقه مصر ما فريق ساحل ولا فريق او دوله ساحل، لان هم من دول اسسوا الاتحاد الافريقي له مكانه بنحترمه. فالجنوب طبعا فريق جديد فما في خوف، لانه الملعب هو بيفصل. في عدد من اللعيبه للنادي الاهلي نقدر نقول ان في ذهن مستر موريس من الاسماء، يعني انه يمكن تابعت عدد معين من اللعيبه ولا تابعت التيم بشكل كامل بالنسبه للمباراه الاخيره؟ يعني في حد من اللعيبه لفت نظرك وهتشتغل عليه بشكل كبير ولا لا؟ هو فريق اهلي معظم لعيبته كله كويسين، ما في لاعب بطال، فعشان كده واحد بيلعب لعبه تكتيكي بحته، ما بتلعب لعبه مفتوح. الطريقه اللي بيلعب بيها مستر موريس، يعني بتحب تلعب 4 4 2 4 2 3 1 ولا بتبقى على حسب المنافس بتقدر تحط التكتيك ولا التشكيل الخاص بيه؟ يمكن انا بكون عندي التكتيك بتاعي معين، فانا هشوف الفريق اللي انا بلاقيه يمكن بيجبرني عشان انا اكون بنفس الطريقه بتاعه، حسب مجريات بتاع كوره انا ممكن ارجع للطريقه اللي هو بيلعب. اخيرا وجود 10,000 مشجع لفريق النادي الاهلي، ومعروف كمان يمكن جمهور النادي الاهلي بيبقى ليه طابع خاص في المدرجات، ده هيبقى محمل عليكم عبء شويه نفسيا ولا قادرين ان انتوا تتعاملوا مع هذا الامر؟ فكره واحد ما بيشتغل مع مشجعين، كل ما مشجع شجع ذو عداك دافع انت بتلعب كويس، اهم حاجه يكون تركيز ذهني والثقه في النفس، اي حاجه بتيجي.